فرد واحد عن 100 عسكري، والله ونعم في بني شهر ولا هنا في بقيه القبائل. الله يسلمكم، اول شيء نبارك لك يا ابو فيصل نجاح الحفل. الله يبارك فيك ونسال الله لنا ولكم التوفيق، وشكرا لكم يا قناه السيوف على ما قدمتموه، ونسال الله ما يكون هذا اخر حفل تجونا فيه وتشرفونا فيه. الف مبروك يا استاذ فيصل. الله يبارك فيك. الله يعافيك. انا يا ليتني تقول لي تصريح امام نجاح الحفل مكتمل له بحضوركم. الله يعطيك العافيه. مشكور. معي الاستاذ والشاعر الكبير علي الخراشي، فرد واحد عن 100 عسكري، هذه تسوى 100 بيت. الله يسعدك ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاه والسلام ثم بعد. بعد ذي بدء نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر من جمعنا في هذه الليله الكريمه، الاستاذ حسن بن سعيد ابو فيصل، رجل وجه مشرق لبني شهر، يقابلنا في نجد العذيه بالتراحيب والكرم والشاذليه، ورجل مضياف، ويقابلنا ايضا في تهامه بنفس الطباع ونفس الثوب والجميل، ولا يستغرب من اهله ومن معدنه واخوانه، رجال شرواك وشروى المشاهدين جميعا، رجال نفتخر فيهم جميعا يعني، ولهم مجالاتهم في السلك الحكومي. ونحن الليلة حضرنا نبارك لابننا الشاب فيصل، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله تعالى وزواج سعيد، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله بينهما في خير، وأسأل الله له التوفيق جميعا. والحقيقة الوطن يستاهل منا الكثير، ومهما قلنا لن نوفي الوطن حقه يعني. فأنا أعتبر أنه واجب على كل شاعر في كل محفل أن ينوه ولو بقصيدة أو قصيدتين للوطن. الوطن مهما قلنا فوق ما نقول من قصائد يعني، ولكن احنا نجتهد، وأنت والمشاهدين يعذروننا على يعني الاجتهاد، فلا يلام المرء بعد اجتهاده يعني. هذا ما قلنا، فإن صواب من الله عز وجل، وإن خطأ من أنفسنا والشيطان، والله ورسوله منه بريان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصرت، الله يعطيك العافية. حقيقة أني سعيد وفخور جدا وأنا أقف بين كوكبة من شعراء بني شهر، فمعي الشاعر حسين أبو نايف الشهري، فأهلا وسهلا بك. الله يحييك ومرحبا ألوف. وفي البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نقول للعريس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان الله يديم الافراح والليالي الملاح، ونسال الله سبحانه وتعالى ان الله يديم الامن والامان على هذا البلد الطيب. وفي الحقيقه ان وجودكم اليوم زادنا شرف، ونسال الله ان الله يجمعنا وياكم دوم على خير ان شاء الله، والله يحفظكم ان شاء الله. ايضا معي الشاعر ضيف الله الشهري بن شيبان الشهري، فاهلا وسهلا بك. الله يحييكم، اولا فرصه سعيده حضوركم معنا، وقناة السيوف تمثل من اسمها الشيء الكثير، وتمثل الموروث الشعبي في المنطقة الجنوبية. فرصة سعيدة أن حضرنا زواج الأخ فيصل، نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الحقيقة أبو فيصل سباق للخير دائما، وكان من يعني الداعمين لنا كشعار يعني قبيلة، وأيضا لا أنسى جهود شعرائنا العمالقة المتخضرمين، اللي الحقيقة لهم دور كبير في دعمنا شخصيا يعني، لا الشاعر أبو زياد ولا الشاعر السالمي الله يذكره بالخير، ولا كذلك الشاعر علي العبسي، اللي والله الحقيقة أننا نكل لهم كل العرفان والجميل، ومدح في وجوههم مذمة، ولكن هذه حقيقة لا بد أنها تقال، وهم يستاهلون، وحنا حقيقة نحتاج منهم أيضا الكثير، وهم كذلك نحن مكملين لبعض يعني. بالنسبة لحضور قناة السيوف فهو شرف كبير، وهي قناة رائدة، ونتمنى لكم التوفيق، والله يكتب لنا وأنتم الستر والعافية والسداد، والله يوفقكم جميعا إن شاء الله. مشكور الحبيب، الله يسلمك. أيضا مع الشاعر الأستاذ علي بن سالم العبسي، فأهلا وسهلا. الله يطول عمرك ويبقيك أبو ظافر. أول شيء فنشكر الله تعالى اللي جمعنا بهذا الوجه الطيبة، ولأبو فيصل والربعة، طبعا قبيلة آل العلا بلاد مشهارية من ربعنا، هم روس بني شهر وأهل كرم وأهل جود، واللي شفتوه اليوم ما هو غريب عليهم أبدا. فنهني أخونا أبو فيصل وابنه أخونا فيصل، وأنت يا أبو ظافر نشكرك، أنت رجل لك سبق في الموروث، وكذلك قناة السيوف
نشكركم وأسأل الله أن الله يجمعنا في خير، وشكرا لكم والله يحفظكم. يعني لو طرحت عليكم جميع الشعراء، أنتم صراحة اليوم قلتم فأبدعتم، وكان في فريقين، فريق تقريبا هو من الجيل الأول أو من وفريق من الجيل الثاني، أنت تعرف أنك كبير سن أنت؟ سلمك الله وبقاك طال عمرك، أنا سنوني مكسرة كلها، مالي كبير سن طال عمرك. طيب. على أية حال هم ولو كانوا بعدنا لكنهم أفضل منا في العطاء للأمانة يعني، وشعراء لهم مكانتهم، وأنا أتوقع إن شاء الله لهم مستقبل زاهر. والحقيقة أنا نسيت ما أشكر شركة لها بصمتها في الموروث للأمانة، والكلام هذا أنا أقوله علنا وأعترف به أنا وغيري من الشعراء، اللي هي شركة أفراح الجنوب. ما أقول الكلام هذا مجاملة لكم للأمانة يعني، ولكم لديكم يعني حصيلة موروث ما هي موجودة عند غيركم يعني. وأتمنى الحقيقة أنتم مكسب لقناة السيوف للأمانة، ومكسب لأي قناة تنضم لها هذه الشركة للأمانة. وأنا أوصي كل من يقيم احتفال، إذا أراد نجاح الاحتفال أنه ركن من أركان نجاح الاحتفال أنا أعتبره وجود أفراح الجنوب للأمانة يعني. فأتمنى لكم التوفيق جميعا، بصماتكم واضحة، أنتم نشرتم الموروث قبل دخول القنوات الفضائية للأمانة، وصلتوا الموروث في كل بيت، فلكم منا كلمة شكر، شكر ما تزيدكم ولا تنقصكم، لكن هذا الشيء الوحيد اللي احنا نقدر نقدمه يعني للأمانة، فتستاهلون منا كل شكر، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد والمزيد، واحنا نتمنى أن نرى في يوم من الأيام قناة تخص أفراح الجنوب. لكم التوفيق جميعا إن شاء الله. طبعا الشكر ليس الموجه لي شخصيا، وإنما عندي طبعا شخص عزيز على قلبي، ألا هو الأستاذ سعيد بن حسن العمري. هو يعني شريك النجاح في كل شيء يعني. يستاهل والله يستاهل، وهو أيضا له بصماته الواضحة على الموروث يعني للأمانة. كلكم عينين في راس، وأتمنى إن شاء الله تعالى يكون القادم أجمل يعني إن شاء الله. طيب ما رأيك في الفريق اللي اليوم اللي قابلكم؟ يعني كانت محاورتكم ممتعة وجيدة وأطربت الحاضرين. والله طال عمرك، شوف أنا بقول لك بكل أمانة، اللي معاه الله سبحانه وتعالى ثم علي العبسي ما عليه خوف للأمانة صراحة، فكان سد منيع يعني. الشباب ذولا والله ما شاء الله يرمون بحصى ما شاء الله تبارك الله، شفت ولا لا؟ فالحقيقة حنا نقابلهم في الشرقية، كانت مباراة الذهاب هناك وهنا الإياب على ملعبهم بين جمهورهم يعني، شفت ولا لا؟ فاحنا نقول القصيدة يعني ونحسب ألف حساب يعني للرد اللي بيجي من الشباب، الله يعطيهم العافية، وما هي بأول ولا آخر الحفلات إن شاء الله تعالى. حنا تفضل الله يحييك، تفضل طال عمرك. من أطلق عليك ذئب الشعراء؟ والله طال عمرك أنا أشكر اللي أطلق علي اللقب هذا، إن كان في شخص أطلقه، ولكن طال عمرك أنا والله إني من أوسطهم، ما بقول لك أعلاهم ولا أدناهم يعني، شفت ولا لا؟ وكلهم شعراء صف واحد يعني، يختلف اللهم الخبرة والموهبة، تعرف إنه كل ما حضر الشخص يعني اكتسب موهبة وزادت خبرته وزادت الكلمات المحصول الكلمات اللي موجود لديه، شفت ولا لا؟ وحنا والله ما نتفوق على زملائنا بأي شيء، بالعكس والله إني أطرب لبعض القصائد أحيانا شاعر مبتدي أول مرة أسمعها على الميكروفون، وإنه يجيب أبيات تشدني كثيرا يعني. وفي شعراء لهم في الساحة سنين يحط قصيدة ما تطعم لها طعم، شفت ولا لا؟ فالموهبة موجودة في الصغير والكبير، لكن يختلف الممارسة والتجربة، وإن شاء الله القادم أجمل، وإن شاء الله نستنصف منهم في حفلة ثانية. يعطيك العافية، هذا شكرا أبو زياد، الله يعطيك العافية. تحياتي لك. ما رأيك في الفريق اللي قابلكم هذا المساء؟ ما يحتاج، أول شيء إحنا محاورتنا معهم المكسب لنا، فهم معلميننا وهم سبقونا، وفي الحقيقة أننا نستفيد منهم الشيء الكثير، وفي الحقيقة ما قد بخلوا علينا يعني بكل شيء يعني، هم بالعكس مساندين لنا ومساعدين لنا، وإحنا نستفيد منهم الشيء الكثير، ومحاورتنا اليوم المكسب لنا يعني مقابلتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يجمعنا وإياهم وإياكم في خير إن شاء الله. يعطيك العافية، أنت والأستاذ ضيف الله ما قصرتم حقيقة، ما رأيك يا صديق؟ أولا أنا أشكر شاعرنا وعلمنا أبو زياد، الحقيقة إذا قال الكلام هذا فوالله هذا من يعني علو شأنه، فالله يعلي شأننا وشأنكم على العلم الطيب. والله أن له بصمة في قصائد العرضة وفي وضعية شاعر بني شهر يجب أن يقال يعني في حضرته وفي غيابه. أيضا العبسي أنا حقيقة والله أني أتمنى أن لا أقولها في وجيههم بقدر ما أقولها في غيابهم، لكن هذه حقيقة لابد أن تقال، لهم منا كل الشكر، مدحهم لنا
والله انه تواضع منهم. حضورنا معهم يعد لنا شرف، حضور قناه رائده، ويعني افراح الجنوب ليست على مستوى يعني المنطقه فقط يعني، انما على مستوى يعني المتذوق بصفه عامه للموروث الشعبي. فشكرا كل الشكر لشعرائنا معلمينا. الطالب اذا اجتهد لا يلام امرؤ بعد اجتهاد، واذا نجح فنجاحه للمدرسه، والله ان نعترف بانهم مدرستنا. وكذلك لا انسى الشاعر السالمي ابو نواف الله يذكره بالخير، انا شخصيا يعني له معي وقفات فبيض الله وجهه. ايضا كذلك الشاعر الفراس، الشاعر كذلك عامر زملانا وكذا، كان لنا يعني تعاون فيما بعض فيما بين يعني. فنحمد المولى عز وجل ان وصلنا الى ان يمدحنا مثل ابو زياد ومثل ابو سالم، وهذا والله انه تاج على روسنا. بيض الله وجهكم جميعا، شكرا لكم، يعطيكم العافيه كلكم، كفيتم ووفيتم، والله يسلمكم ان شاء الله. كلمه اخيره استاذ شاعر الكبير، والله ما ادري كلمه بعد ابو سالم. انا فريقي مثلها ابو زياد طال عمرك، وانا بس تعقيب على كلام ابو زياد، انا والله اعد نفسي في مدرسه ابو زياد حقيقه، طالب من مدرسه ابو زياد. وابو زياد اليوم كان مثل القيادي يعني في الحفله، هو دائم قيادي في الحفلات، اي نعم، ويسعى لنجاح الحفلات. اخوي انا وزملائنا الشعار شهادتي فيهم مجروحه، وهم يعرفون انا يعني وش اكن لهم، وقابلونا اليوم مقابله الند مع الند. اشكرك يا ابو ظافر، اشكر الحفل، وترك اخرتنا شوي ابو ظافر. الله يعطيك العافيه، ومشكورين على كل حال، وجميع الشعراء والله المنطقه الجنوبيه بل المملكه العربيه السعوديه نفتخر ونعتز فيهم من مثلكم وشرواكم. الله يسعدكم ان شاء الله، بارك فيكم. ختاميا نختم لكم الكلام، اشكركم جميعا، والوطن يستاهل منا الكثير، موروث الاجداد يستاهل منا الكثير. نطلب منكم كقناه وعلينا احنا كشعراء الاشياء الدخيله على الموروث ان نعمل لها فلتره ونشيلها ويبقى الموروث الصافي تماما. لا يا ابو زياد باذن الله نكون معك لقاء موسى باذن الله عن هالموضوع. الشرف الله، يعطيك العافيه، تحياتي لكم الجميع ان شاء الله. اشوفكم على خير. كان معي كوكبه من شعراء هذا المساء في حفل الشيخ حسن بن محمد الشهري بمناسبه زواج ابنه الاستاذ فيصل بن محمد الشهري بن حسن الشهري عفوا. ف أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام تغطيتنا لهذا المساء. تقبلوا تحيات محدثكم صالح بن ظافر العمري، وأيضا مخرج هذا اللقاء الأستاذ وليد بن حسن العمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد قال يا غابني بالغابات أحس ما مني ولبس بجانبا وامشي وعدتها شوالا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 صالح ينقل يمات اخافك على الشوم يا مربي قتلي يا مربي قتلي بالجناب النوافع ولا بسيف البراعة يا لا لا لا
محمد قال يا غابني بالغباين راح الصبا مني ولبس مجالبا وامشي وعدتها شوالا الله يسقي مدة الجالية يا كم يا حاولني بميتين فضا في الدب عسان يا بات الذي حواير ساقي وحرى والقدم عن صاحبي لا اتصل به امسي ديري وين اشر من خاطبتنا واشر ما يدبارك قالوا لنا يا والزمه لا والخيانه بعدته فواتت المنشار اذا بتصل به وامشي وعدتها شوالا الله يسقي مدة الجاهلية يا كم يحاولني بميتين فضا في الدرب عساني يا بات يا لا 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 يا لا 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 يا 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 لا 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 يا لا لا ولا لا يا بنتنا من جاك ولد ابن شيبان أبي سد الباب ومعاث يا بك وسالح ينقل يمات أخافك على شوم يا مربي قتلي يا مربي قتلي بالجناب من وافع ولا بسيف البروعة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ولا لا يا لا 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 ولا لا يا بنت
وانتنا من جاخ والجبن شيبان بسد الباب ومعاث يا فاك والسالح ينقل يمات أخافك على الشوم يا أمر بقتلي أمر بقتلي بالجناب النوافع ولا بسيف البروعة الله يمسكه بالخير حقيقة نشارك حنا مرتاحين والله نسأل الله يبارك للعزيز سير يبارك عليهم لا 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 يا ليت قل يا مزهر الكبير اللي عاد تزري في يدي ليالي شيبت وتراك عمه وقلت لك يا البنت مالي كبير لا تتركين بغالي عرضت بك والله اللي شيبي لك احلى لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا راضتك والله ان جايبي لك احلى لا 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 ل
يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الدرايبي قال يا رايح على الشعب نف مصممك ولا محايل يوم نلقى المال في القبر ولا ادري حبذه قال اولي وناس من كان اصله مرحبا الف La la la.